السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. القضية الشهيرة اللي كانت من وراء عصعصع ومن معاه العصابة ديالو، يعني العصابة السعاية ديال السوبر شات والسعاية ديال المحسنين كما كيعرفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتتبعين ديالي الزوينين. كما سمعتوا اخوان، الناس ديال الشباب ديال سيدي عدي الدوار اللي ساكن فيه المخصور خرجوا كيتهموا المخصور اللي هو سعسع بانه هو اللي عنده اليد في هذا الشيء اللي وقع لسعيد الزوج ديال الاخت ديالو ناديه. وكيصرحوا بشي حوايج اللي ان سعيد من بعد ما فاق من الغيبوبه هو صرح بشي كلام وقال انه غادي يرفع بهم دعوه، ومن غير رفع الدعوة الإخوان والأخوات المشكلة هو حالف حتى يأخذ حقه من المخصور، لأن المخصور هو السبب في هذا الشيء اللي وقع ليه. راه كان الإخوان غادي يوصل الزوج ديال الأخت ديالو للمقبرة، كان غادي يدفنو مسكين، وكان غي يحرم منه وليداته ويحرم وليداته من باهم. يعني واحد الإنسان اللي ما عندوش الضمير، الله ينجينا أخوتي من الإنسان الناس اللي ما عندهمش الضمير عايش. وهاد النوع الاخوان يعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى الشيطان يخاف منهم، لان الضمير ديالهم كيكون ما كينبهمش وما كيقول ليهمش هاد الحاجه اللي غديروا راه غضروا بها خوك المسلم، وغادي تسببوا في واحد الضرر اللي هو كبير لذاك الوليدات. ولا 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 راه ما كيشوفوا لا الولاد الصغار ولا الاب ديالهم ولا الزوجه ديال داك الانسان ولا حتى شي حاجه، صافي الضمير ميت. كيديروا هما داكشي اللي هما باغيين واللي مسلكهم واللي غادي يخرجهم. اما بالنسبه لذاك الطرف الثاني الضمير ما كيخممش فيه، وكيجيو في الاخير يقول لك انا الضمير ديالي مرتاح مع الله. وعوذ بالله من الشيطان الرجيم اخوتي، والله الا لقينا ويلاقيكم مع هذا القوم الخبيث، القوم القبيح، بنادم في صفه الشيطان، الشيطان في صفه الانسان، اسمحوا لي. المهم اخوتي، سعيد خفق من الغيبوبه وبين مولف على وبين شكون اللي تسبب ليه مسكين في داك الكارثه، وشكون اللي تسبب ليه كان غادي يموت، رجع من الباب ديال الموت. وشوفوا لا حطوا له 3 سيمانات مسكين وهو في السبيطار، هو كيتعالج ودار 3 العمليات، وكل عمليه اكثر من قبح من الاولى، وهادشي كله غير باش يطيح سميره في الفخ. لا حول ولا قوه الا بالله، باش هو يقول سميره هي السبب هادشي كله، باش يدخل سميره للحبس، وماشي غير سميره، باغا يدخل حتى الزروالي. ولكن قال لك سير بالنيه ونعس مع الحيه، ملي كتكون غادي بالنيه ربي كيبين لك الناس اللي من حولك، وكيفيقك من القلبه، وكيبين لك الناس الخبيثه اللي كتضحك لك الضحكه الصفراء، وكتبين لك انها حبيبك وهو ولد حرام وعدوك وما كاينش بحالك، تخاف منه وما تخافش منه، من عدوك كيكون اكثر من العدو ديالك. هذا علاش الاخوان، راه شحال من واحد كيكون حاسدك وباغض وعنده البغض في القلب ديالو، وكيكرهك الكره عميق، وهو كيضحك لك في وجهك وكيبين لك انه هو راه حبيبك ومنك ومن لحمك ودمك. ولكن الاخوان، نصيحه من الله على التجربه، فاش القلب ديالكم يحسسكم بشي شخص انه ثقيل على قلبكم، واخا كتبغيو تقربوا منه قلبكم كيهرب منه، فهذا غير عطيوه اتساع، لان كيكون عنده الوجهيات غير كيصبغكم ومن مور ظهركم كيبقى يهضر ويطعنكم ويشري لكم في الكحل في الكحل، راه ما باغيكمش، وكيحسدك على ايتها حاجه كيف ما كانت تكون قليله ولا كثيره. المهم كتبان غير ديك الحاجه اللي في يدك كتبان له هو فيها وباغي ياخذها باي طريقه، واخا ديك الحاجه راه ما كتكون عندها حتى شي قيمه، فاش كيشوفها في يدك كتولي عنده القيمه هو ليها. المهم اخوتي، راه مولف على هو المخصور، هو اللي كرى الناس وهو اللي دار هاد المشاكل كلها. وسعيد كما قلت لكم فاق من الغيبوبه وحلف حتى يرفع الدعوه بهذاك المخصور، وقال غادي ياخذ حقه بالطول والعرض منه، لان هادشي اخوتي اللي دار راه ما كيديروش، ما تصورش
كيتصوروش العقل. هو مشاكره بزاف ديال الناس في الدوار وجاب واحد الصحافه وبداو كيهضروا على الزروالي اللي هو مسمينو بصعصع، سميتو الزروالي يوسف. هو مشى جاب شي شباب صغار ودار معهم واحد اللقاء صحفي وبدا كيحرشهم على صعصع اللي هو يوسف، مسميه هو بهالطريقه ما ورا راجل عليه. انا بعدا تحياتي ليوسف الزروالي لانه راجل عنده شخصيه قويه، ماشي بحاله هو راه موباه باقين كيسيروا فيه. كما قلت لكم اخوتي، المهم ماشي هذا هو الموضوع ديالنا. الموضوع ديالنا اليوم هو ان سعيد حالف حتى يدخل يوسف، يدخل يونس الحبس لانه هو كيشك فيه وقال هو اللي كرى عليه الناس، لانه كيشوف المعامله ديالو لولادو وكيشوف المعامله ديالو للزوجه ديالو وكيفاش داير. لا شخصيه عنده غير الحقد في القلب وعينه ميمين باش يطيح غير ولادو، وعينو مسدودين بغى يطيح غير مراتو وولادو، باغي يوصلهم لاكفس هي درجه الحبس والمشاكل وبغى يحيد ليها حتى داك لي غوت، داك القطرات اللي كيطيحو من الروبيني اللي هي مسكينه كتدمر عليهم في اليوتيوب وكتشد داك جوج دريال باش كتوكل ولادو وباش كتقريهم وتكسيهم وبسكناهم وموكلاهم وخلص لهم لي فاكتور ديالهم، حتى هذيك باغي يحيدها لها. يعني هو باغي يشوف ولادو ومراتو في الزنقه. انا اخوتي ما عمرني ما شفت شفت كاينين شي انواع ديال الرجال كيبغيو يشوفوا عيالاتهم في الزنقه، والمشكله كيدروش غير ولادهم، كيدروا حتى ولادهم، وما كرهوش انهم يلقاوهم برا مليوحين في الزنقه مفرشين تحت الكرتون، يعني بين مفرشين الكرتون تحت شي قنطره ولا في شي فطروطوار. المهم ما باغيش داك المراه تربح ولا تطلع ولا تكون حسن منه، مع انه عارف داك المراه هي اللي كتبنيه وهي اللي كتوصلات ولداك الشيء كله وقادره تبني حياتها بلا به، فلهذا هو ما باغيهاش. هي كتبني وهي هو كيريبها، هو كتبني هي كتبني وهو كيريبها، فما باغيهاش تكون احسن منه اخوتي. والمشكله بالعون ديال العائله ديالو هو المشكل. دابا هذاك الراجل متبع غير مو وخوتو اش كيقولوا له، راه ما كيشوفش المضره اللي كيتسبب ليها فيها هي وليداتها. ماشي يقول راه هادوك ولادي وكبتي ولحمي قدام الكاميرا كيقولها، ولكن اخوتي من مور الكواريس كيدير كارثه كحله في داك الوليدات في داك السيده، لانه ما عرفتش عينيه مسدودين وباغيها تطيح، ولكن راه كيطيح غير وليداتو للاسف، راه ماشي كيطيح الزوجه ديالو بوحدها، راه كيكره فيه ولادو، ولادو غادي يكرهوه وغادي ينكروه ويقدروا الله يستر شي نهار يحيدوا حتى داك الكنيه اللي هما حاملينها، لانه الكره راه شي حاجه اللي هي خايبه. خوتي انا هكا غادي نكون وصلت نهاية الفيديو، كنتمنى يعجبكم. الى عجبكم خليوا لي لايك وخليوا لي الاراء ديالكم في هذا الموضوع اللي انا تكلمت عليه ووضحت لكم شي امور في شي رجال الله يخليها سلعه ما عندهمش الشخصيه الرجوله. حسبنا الله ونعم الوكيل. خوتي خليوا لي الاراء ديالكم وخليوا لي لايك وبارطاجيو هذا الفيديو باش يطلع، ونتمنى ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وتحياتي للمشاهدين ديالي كاملين خارج وداخل المغرب، ونقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد واخبار جديده. مع السلامه.